مساء الخير. مين قال إن ماك اند تشيز لازم نعملها بالمكرونة؟ النهاردة هنعملها بشكل مختلف خالص وبطعم لذيذ جدا وأحلى من الماك اند تشيز الأصلي اللي بالمكرونة كمان. وصفة سهلة وسريعة جدا جدا ومش هتاخد وقت منكم خالص، ولو انتوا على دايت الكيتو كمان هتكون مناسبة جدا لأنها فيها كمية مناسبة جدا من الدهون ومن الخضار والكاربز. على نار متوسطة هحط معلقتين كبار من الزبدة، اي نوع زبدة بتحبيه، بس طبعا كل ما كانت الزبدة طبيعي كل ما ادت طعم احلى، ومعاهم معلقتين كبار من الزيت علشان طبعا الزبدة ما تتحرقش، وهبتدي ادوبهم شوية قبل ما انزل بالخضار. عندي بصل مقطع صغير خالص معاه جزر وكرفس، كرفس فرنساوي طبعا، وبقلبهم باخدهم سوتيه شوية. انا دايما بحتفظ بالخضار مقطع بالشكل ده بالفريزر، بحطه في اكياس صغيرة علشان احتفظ بيه ويكون جاهز عندي على طول لما احب اعمل اكلة سريعة وخفيفة. وبعد ما يدبل معانا الخضار شوية هنزل بالزهرة او الارنبيط بالشكل ده، قطع صغيرة مش مستوية خالص ولا مسلوقة ولا حاجة. لو انت عايزاه يبقى مسلوق اكتر شوية، انا بحبه كرانشي شوية، لو محتاج ان هو يستوي اكتر شوية دخليه بس 5 دقايق في الميكروويف. وعليه الفلفل بتاعنا فريش وطازة، وكمان رشة من الملح، ما تكتريش من الملح لان بعد كده هنستعمل الجبنة فهيكون ملحة شوية، ومعاها نص معلقة صغيرة من التوم الباودر. وبعد ما شوحت الخضار كله مع بعضه كويس هبتدي بقى اغطي عليه واسيبه على نار هادية خالص 5 دقايق لغاية ما اعمل الصوص الجبنة اللذيذ جدا. والصوص الجبنة هحتاج 300 ملي من الكريمة، كريم فريش، هدوبهم شوية كده على النار بس ادفيهم شوية قبل ما ابدأ انزل ب 200 جرام من الجبنة. انا هنا استخدمت واحدة كيري او اي نوع من الجبنة الكريمي، وكمان استخدمت موتزاريلا وتشيدر. تقدري طبعا تستخدمي اي نوع جبنة بتحبيها مفيش مشكلة خالص، وبتبتدي تقلبيهم وبتنزلي بنص معلقة من بودرة الماجي او مرقة الدجاج، انا هنا استخدمت مرقة خضار باودر، وهقلمهم مع بعض لغاية ما يسخنوا ويبتدي معايا الجبنة تدوب وتبقى لذيذة كده. شوفوا المطة بتاعتها حاجة يعني مش عارفة اقولكم مع الريحة والجمال. وبعدين بجيب الخضار بتاعي بيكون استوى شوية نص سوا، وبضيفه على الجبنة بتاعتي واقلب الصوص ده كله مع بعض كويس جدا جدا، اتأكد ان كل المكونات امتزجت مع بعض حلوة. ودلوقتي هحطها في الطبق اللي هقدم فيه او اللي هدخله في الفرن. انا اخترت النهاردة ان انا احطهم في رامي كانز بالشكل ده، تقدري طبعا تستخدمي باركس او اي حاجة بتحبي تدخليها الفرن مفيش مشكلة خالص، بس انا بحب كده الحاجة تبقى كيوتي وصغنطوطة وكل واحد ياخد الوجبة بتاعته او الطبق بتاعه، بيكون شكله جميل قوي وحلو كمان قوي في التقديم. وهحط على وشهم شوية جبنة، وطبعا الفرن بتاعي سخن على درجة حرارة 180 او درجة حرارة متوسطة، وادخلها الفرن مش هتاخد في الفرن اكتر من 15 دقيقة، وهتطلع بقى حاجة كده لذيذة جدا. حطها بقى في الفرن، شوفوا بقى الجمال بعد ما طلعت وشها متحمر حلو ولون الجبنة والطعم كده الزبدة والخضار من جوه مش عارفة اقول لكم قد ايه لذيذ. اتمنى تكون الوصفة عجبتكم وتكون سهلة وبسيطة عليكم، ان شاء الله كلكم تجربوها، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله على خير. تحياتي لكم، مع السلامة.